السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طيبين؟ اليوم وعدكم أتكلم عن الثقة وسوالف وقصص، ما هو لا تقول دروس ولا، ببدأ لكم بقصة معينة. القصة حق الطالب كان في الجامعة ويمكنها حقيقية، في دكتور في الجامعة قاعد يعمل محاضرة وكتب معادلة قال هذه مستحيلة الحل، لم يسبق إنسان حلها. في طالب كان مجتهد بس فجاء الطالب بعد ما راح الزملاء ولقى المعادلة على السبورة راح نقلها وقعد في البيت يحاول يحل يحاول يحل أسبوع أسبوعين، ثالث أسبوع حل. جابها عند الدكتور واعتذر قال معلش تأخرت لأني ما حضرت الدرس معكم. شاف المحاضرة المعادلة الدكتور انجن، قال يا ولد هذه مستحيلة الحل في العالم، ما حتحلها تحل. ولذلك ما تجيك من رسائل من الآخرين يا رجال انت فاجئ يا رجال، هذا تحطمك داخليا ولذلك خلك زي الأصم، اسمع من هنا ومر من هناك لا تمشي للي. برضو قصة الضفدع اللي كانوا في حفرة ويحاولون يطلعون ينقزون في اللي فوق في الحفرة، يقولون ما نطالع ما حد يقدر يطلع ما حد يقدر يطلع، وفجأة كذا هذا الضفدع طلع. يوم جو عنده يهنون وجدوا أصلا ما يسمع، ما كان يسمع التحطيم. ولذلك من حولك يصنعون لك أشياء، يعني زملك هل لعيبة كورة ولا خراطين ولا حقين سمرات ولا، يطقطقون عليك ويستهترون بك ويضحكون بك عادي، اعتبرهم رؤوس حبحب، اعتبرهم ناس فاضيين، ناس ما عندهم هدف، طقطق واضحك معهم. الذكي اللي يحول أي شيء إلى، أول حاجة في الثقة أنك لا تسمع للمجاورين لك مهما حطموك. رقم اثنين، يكون عندك رسالة معينة تبغى توصلها، يعني أنا عندي هدف كبير مهما قالوا الناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كم حاولوا يقتلون المنافقين وكم حاولوا يسممون له وكم حاولوا، ومع ذلك نجح وصل رسالته وأصبح أفضل رجل. هل لو حطموك وسبوا فيك وتكلموا فيك تتحطم؟ هؤلاء الحصان حطموك أنت؟ لا، لا يحطمونك فلم يحطموا قبلك، يعني رسول الله ما تحطم. طيب رقم أربعة، ترى كلهم مولودين من بطن واحد، يعني كلهم مولود طفل صغير ما يفهم شيء وتعلم وتعلم وصار مفوه وصار أحسن واحد في العالم، ما أحسن منك في شيء. رقم خمسة، شخصيتك الحالية هي نتاج الفشل اللي كنت فيه أول، كل ما فشلت تعلمت وأصبحت خبير وصرت مستشار، ولذلك افشل 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 عشان تطلع مستشار. عقلك الباطن هو اللي يعبيك بالمشاكل، يقول إيه بتفشل ما بيضحكون عليك. أذكر قصة هنا طريفة، في واحد يتعلم الخطابة وكذا في المساجد، وإنه يجي بعد الصلاة كلمة، المهم قاعد يلقي الكلمة يلقي الكلمة، ترعددت يديه والورقة في يده شوية ركبه ما عاد قدر يقوم، تربع وجلس ونصت الكلمة اللي يبغى يقولها من الرعب. يا أخي اعتبر اللي قدامك أي شيء، ما هو لازم يكونوا بشر، ولا طالع في عيونه، طالع فوق في حواجبهم وفوق في رؤوسهم، والله ما عندك أخطيت عادي. أعطيك معلومة تريحك، يا أخي لا توثق إنك أنت الحق الوحيد، لا، لو جاب واحد معلومة أصح مني أبدا أتعلم منه، أنا مع من يقنعني بالصح، ولا في علم في الدنيا 100%، اللي بقوله اليوم صح بكرة بيجي واحد أصح منه وبعد بيجي أصح منه، يعني إيش اللي صار؟ جبت معلومة خطأ خلاص جت خطأ بيجي غيرها صح في المستقبل. النقطة رقم ستة والمهمة، تفكيرك الداخلي انك بتفشل ستفشل، تفكيرك انك صوتك ما هو كويس صوتك يطلع ما هو كويس، تفكيرك انك ما عندك معلومات لن يكون عندك معلومات. وما في مانع تتكلم مع اصحابك مع ناس مقربين ناس تحبهم بمعلوماتك وافكارك وتتلاقح الافكار وتشوف كيف تقنعهم وتاخذ دورات في الاقناع وتتعلم ودورات في اللقاء وتتعلم. رقم ثمانية، استفد من اخطائك، اخطيت تعلم من الخطأ يا اخي، والمرة الثانية تلافى ما فيها شيء، واي واحد ينكت تقلبها نكتة طقطق معه ايش المشكلة. أخي من الثقة، الحمد لله في صحة وفي عافية ونعمة وأمان وسيارات وخيرات ولا سكر ولا ضغط ولا كوليسترول ولا أمراض وصلاح أولاد. يا أخي ما هو عشان تقول فقير ما معي شيء، لا، أنت غني بنفسك بروحك بطاقاتك بقدرتك على القراءة بقدرتك على السفر بقدرتك على كسب المال بعقلك بعلمك. العاشرة يا جماعة، حدث نفسك بإيجابية دائما، لا تحدث نفسك بسلبية، إيه أنا استاهل أنا ماني كويس، لا، أنا أحسن واحد أنا بجيبها صح أنا بدخل. الحادي عشر، أشكر الناس وتقبل المجاملات وقلبها نكتة إذا جاملك واحد ولا شيء ولا كذا، وحاول تدخل روح الدعابة في أي شيء وتكلم بنا. ثاني عشر الجماعة، أضحك وابتسم ترى صدق، ودائم شوف نفسك المرأة وابتسم وشوف شكلك وعادي ربك خلقك كذا وأفضل منك. حاول تطور حديثك، الغداء بدأ يجهز، حاول تطور حديثك أختصر المحاضرة جيعان، وردود أفعالك وردودك على الناس حاول. 13 جماعة، حاول ساعد الناس، والله ساس وأن تروني محتسب أعلم أي واحد ما عندي مشكلة. فهذه نقطة رقم 14 في الثقة. 14، لا تبحث عن الكمال في أي شيء في الدنيا، كل شيء ناقص، الزوجة الأولاد العمل المدريش، لا تبحث عن الكمال عشان تكون سعيد وتكون مبسوط وتكون واثق في نفسك. 16، وهي أهم واحدة، تمسك بمبادئك. أنا عندي مبادئ لو انزاحت السماء ما تنزح وامشي فيها وأنا الصح. عفوا خربت النظارة.
على طريقة نكتة، الله يسعد زميلي، مرة احنا نسولف كذا، فقلت بصبعي كذا وانا اشرح، فدقت عين واحد من الزملاء فقال إيه كمل كمل، انفقعت عيني بس القصة حلوة كمل. الرياضة حلوة، ابحث لك عن زملاء، اتعلم كل يوم شيء جديد، هذه رقم 16 و17 و18، يعني لابد انت تكامل عندك مجموعة من الاشياء. تغذية العقل مهمة، تغذيته بالقراءة وبالكتب وبالمشاهدة، وتغذيته بالمواد الغذائية المفيدة، يعني الخضار والفواكه واللوز والجوز والفستق والبندق. تغذية رقم 21، ترى عندك اشياء ما هي عند اي واحد، وعندي اشياء ما هي عند اي واحد، نكمل بعض، استغل نقاط القوة وطورها، ونقاط الضعف حاول تتعلم وتتطور. رقم 22، والله المال ما هو سعادة، واعرف انكم متنكتون على الكلمة هذه، كثيرين معهم اموال ما هم سعيدين، وكثيرين فقراء يضحكون في كل وقت مبسوطين وسعداء. شوف قد يكون معك مال وولادك فاسدين، قد يكون معك مال وعندك سرطان، قد يكون معك مال وعندك ايدز، قد يكون معك مال وما حد راضي عنك، قد يكون معك مال ولا حد يحبك يعني، لكن بدون مال وبالك مرتاح وواثق في نفسك وتتعلم وتقرا وتسافر وتروح وتستمتع باشياء بسيطه، هذه قمه الثقه. ما هو لازم يكون معي سياره كذا عشان امشي قدام، يعني من يوم انا طفل كان عندي حلم اجيب قارب وجبته ودبابات وجبته وسياره معينه، لما جبتها باقي احلم، شوف انا ب 47 وباقي احلم بالسياره دي اجيبها، مهم حتى لو معي يعني معي اشتري لي السياره ما هي بغاليه، 2 مليون 2 مليون ونص ها في حدودها، ما احلم زودي عليكم. فتظل احلام جميله، سيارتي مقربعة بعرق جبيني، أمشي بها أروح أسافر، ولا بحياة من أحد، لا أنا سارق ولا أنا حرامي ولا شيء، أتحدى واحد يصلح زيي. خلي الثقة هذه في نفسك، على فكرة الناس ما يرضون، هذا رقم 25 مدري كم، رقم 126، الناس ما يرضون، زي ذلك اللي كان معهم حمار اثنين، الله يعزكم، فالاثنين ماشيين يسحبوا الحمار، ضحكوا به شوية، ركب ولده وقاد الحمار، ضحكوا به قالوا ركب الولد وهو يمشي، شوية ركب هو ولده وقاد الحمار، قالوا الله يا الشائب الظالم هذا، شوية شالوا الحمار على ظهورهم الاثنين، ضحكوا بهم الناس، يعني في أي هؤلاء البشر ما يرضيهم شيء، اتحدى اثنين يتفقون في اي شيء سوء اتحدى. وبذلك خل مبدأك مع الله واستثمر مع الله، ولا يهمك واحد ومبدأك واضح. معليش طولت عليكم، ثق ان الرزاق الله، وثق ان كل شيء مكتوب من ملايين السنين، وثق انك تقدر تطور نفسك، وثق انك تتعلم، ولا غيرك احسن منك، وستصل اذا وثق. في الختام غدانا تحضر، وشكر الله لكم على تحملكم هذا الدش من كل مكان، الناس يدشون عدن، لا الامريكي احسن مني ولا الياباني احسن منه، ودخلنا معهم في منافسه عالميه وفزنا عليهم. الكلام كم تكون خبرات وكم يكون ثقتك في نفسك، ستصل لاي شيء تبغاه بالثقه. الحوار